برحب بيكم وبرحب كل الساده الصحفيين وبقول يعني الحمد لله والشكر لله ان انا طارق مصطفى موجود في اولمبيك اسفي. دي حاجه تفرحني وحاجه تشرفني، موجود في نادي كبير زي نادي اولمبيك اسفي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق. قبل ما اتكلم في اي حاجه وقبل ما حضراتكم تسالوا في اي حاجه، اسمحوا لي اقدم لكم الجهاز الفني: كابتن سامح اسماعيل مدرب المساعد، كابتن وليد ابراهيم مدرب حراس المرمى. وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يكون محالفنا، لان زي ما قال استاذ ابراهيم المهمه صعبه ولكن ليست مستحيله. انا لما كلمني مكتب المسير في الاسفي انا ما ترددتش لحظه، يعني لاني انا متابع البطوله الوطنيه المغربيه بشكل كبير جدا، اتفرجت على اللاعبين. اللاعبين عندهم امكانيات وعندهم مستوى، جمهور كبير جدا 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 بيحب الفريق. شفته في مباراه واتزم في مدينه الشهداء، بصراحه كنت مستغرب عدد الجمهور الكبير خارج ملعبك لما بيكون اكبر من الجمهور الموجود. فدي حاجه اذا كانت بتدل على جمهور بيحب فريقه جدا، بيروح معاه كل مكان. حتى انا ما كنت في واتزم او في الجديده كانوا برضو بيروحوا معاه. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لنا كلنا كمكتب كجمهور كلاعبين كجهاز فني. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، لان المكانه ومكانه اولمبيك اسفي في ترتيب الجدول صعبان علينا كلنا، ترتيب قبل الاخير. انا اشوف ما يناسبش الامكانيات اللي موجوده بكل امانه. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقنا. وده اذا كان هيبقى ليه دور بيكم انتوا ومساعدتكم انتوا، لانك انتوا دوركم مهم جدا 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 من الناحيه المعنويه والنفسيه للاعبين ولينا احنا كلنا، عشان ان شاء الله نروح للمكانه اللي تستحقها اولمبيك اسف ان شاء الله باذن الله. لكن المرحله دي مرحله بتاعت لعيبه خبرات، حاله صعبه جدا جدا جدا. الضغوط اللي موجوده على اللعيبه وعلى المكتب، واكيد هيكون علينا احنا كمان وعليكم، عشان كده بقول لك احنا كلنا في مركب واحده، لازم كلنا نتعاون عشان نطلع من الموقف اللي احنا فيه. ان شاء الله هنطلع من الموقف اللي بتوفيق ربنا وتعب الكل، هنطلع من الموقف فيه. اللي عايز اقوله كمان، انا برضو سالتني على الكواليتي واللعيبه النفسيه، وانا اتعاملت معاها ازاي. قبل حاجه انت حضرتك قلت المرحله صعبه والمرحله بتاعت واتزم والجمهور كبير جدا، وانا قلت واشدت بالجمهور. الجمهور خلي بالك ممكن يكون عند انديه كتيره اللاعب رقم 12، انما في اسف اللاعب رقم 1. عشان كده انا اكدت عليها في اول كلامي اول ما جيت اول امبارح، قلت الجمهور ومسنده الجمهور، لان الجمهور لما بيحضر معاك بره ملعبك جوه ملعبك طبيعي جدا ان انت بتروح في حته تانيه. فاتمنى ان شاء الله تكون مسنده من الجمهور، وده اللي احنا متوقعينه ان شاء الله، وتكون المبادره والبدايه ان شاء الله مباراه الوداد باذن الله. بص، خلينا نقول ان هي مراحل. اولا طبعا جمهور اسفي ليه كل الحق طبعا ان هو يبقى قلقان على فريقه، زي ما احنا كمان كلنا قلقانين كمكتب، وده وضع طبيعي جدا. حتى انتوا يعني انت عارف البطوله المغربيه كلها في مستوى قريب جدا من بعضيها. ولكن اللي عايز اقوله لك، حته خمس مباريات واربع مباريات انا ما ببصلهاش. انا دايما ببص ان انا عندي قلت لعيبتي عندي 10 مباريات ان شاء الله باذن الله. التجربه دي انا كانت مع واتزم اتعملت، وكانت 10 مباريات تقريبا نفس قوه المباريات اللي كانت موجوده، والحمد لله المباراه الثامنه كان ربنا وفقنا وقعدنا في الدوري قبل ما تنهي الدوري بمباراتين. انا بتمنى التجربه دي ان شاء الله زي ما نجحت مع واتزم ان شاء الله تنجح باذن الله مع اولمبيك اسفي. كل اللي انت بتعمله ان انت بتتعب وبتشتغل وبتجتهد، والتوفيق في الاول والاخر بتاع ربنا هي النتيجه، وكل كل الكلام ده كله مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، مين هينزل مين هيقعد مين هياخد البطوله. ولكن انت كل اللي تقدر تعمله ان انت تشتغل وتتعب وتراعي ربنا وضميرك، اعتقد ان شاء الله التوفيق هيكون محالفك. مش احنا بس، لا، احنا والمكتب واللاعبين والجمهور وانتوا كمان كاعلاميين دوركم مهم جدا 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 في المسانده ان شاء الله. يعني انما حته المشروع دي خليها لوقتها، لان هي مراحل، كل مرحله وليها ان شاء الله.